برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، واجمع هنا بقى كل اللي عنده شباب حلوين كده داخلين الجامعة السنة دي بعد ما فرحنا خلاص بنتيجة الثانوية العامة وداخلين أولى جامعة. الحقيقة أولى جامعة بالنسبة لي يعني عاملة زي أولى ابتدائي، عاملة زي أولى إعدادي، عاملة زي أي بداية مرحلة أو خطوة جديدة إحنا بناخدها أو مرحلة جديدة مبهمة بالنسبة لنا، بنسمع عنها أو بنشوف أصدقاء أو ناس في المحيط، لكن أنا ما دخلتش الحتة دي، فأكيد ولادنا بيبقوا متخوفين، حياة مختلفة وطريقة مختلفة وجو المدرسة خلاص خلص، تعالوا نشوف أنا كأب أو أم أهيئ ولادي إزاي للسنة دي أو لدخلة الجامعة والحياة المختلفة. ومن الشباب كده الحلوين برضو اللي بيشوفونا هتتعامل إزاي وما تضيعش الأربع ولا الخمس ولا السبع سنين اللي أنت قاعدهم في الجامعة إزاي وتستفاد منهم. بيسعدنا وشرفنا جدا أستاذة ليندا مجدي ماجستير الإدارة من جامعة أكاسيا الولايات المتحدة الأمريكية، المدير التنفيذي لأحد شركات الأعمال الإلكترونية. ليندا صباح الفل. صباح الفل يا هبة، إزيك؟ إيه الأخبار؟ مبسوطة وسعيدة إن أنا منورانا يا ليندا، اهلا بيكي. ميرسي. وانا هبتدي معاكي بفكره الخطوه الجديده، المدرسه كانت كوم وحياه والجامعه حاجه تانية، ايه بقى الاحاسيس بقى اللي بتراودنا ونتعامل معاها ازاي في الاول؟ طيب في شق نفسي وفي شق عملي. تمام. خلينا نقول انه نفسيا انا كطالب محتاجه ابقى جاهز لمرحله جديده، صفحه جديده، حاجه جديده. وكأم أو أب أنا محتاجة أعمل دعم نفسي لابني أو لبنتي. الدعم النفسي إن أنا أبتدي أشجعه على الخطوات الجديدة، لو خايف أو قلقان من حاجة إن أنا أقوله ما تخافش، وأجيب له مواقف من حياته تأكد له إنه في حاجة جديدة كانت بتحصل هو كان قلقان منها بس هو كان قادر يخوضها. طبعا كل أم وكل أب بيبقوا عارفين نقط القوة اللي في ولادهم حتى لو ولادهم مش قادرين يشوفوا ده كويس، أختار نقط القوة بتاعته وأكلموا عنها بالظبط كده، وأثبت له بمواقف حصلت في حياته كان قلقان منها قبل كده، فيبتدي إنه هو يدعم نفسيا، يبقى عنده في الباك مايند أو في عقله كده من خلفية عقله كده إنه صحيح أنا قمت بده وقمت بده وقمت بده، يمكن أقدر أعمل ده. في نفس الوقت أنا كطالب بقى، يعني لو هتكلم على الطالب أو الطالبة نفسها، أنا عايز أقولك وأقولك إنجوي، استمتع واستمتعي جدا. صح. لأنها مرحلة جديدة، مرحلة أنا بكبر فيها أكتر، مش بكبر بس سنا لكن أو مرحلة، بكبر في العقل، بكبر في العلاقات، بكبر في اللي بستقبله، اللي بعيشه، اللي بمارسه. لو أنا ما كانش حظي حلو في ثانوية عامة وكنت الأخير على الدفعة، فأنا عندي فرصة أن أنا أبقى الأول أو الأولى على الدفعة. أيوة بصي بقى، أقفي هنا بقى ليندا، حطي خط تحت الحتة دي، ربنا يخليكي، عشان دي مهم. الثانوية عامة مش مقياس، يعني ممكن واحد يبقى دخل الجامعة ب 57% وب 60% ويطلع الأول على الدفعة في الكلية، صح؟ حقيقي جدا، لأنه كمان أنا وأنا بختار الجامعة أنا بختار حاجة أنا بحبها، فانا مش مضطره اذاكر حاجات انا مش بعرف اجيب فيها درجه كويسه. انا النهارده ما جبتش مجموع كويس وكان قدامي اوبشنز قليله، بس حقيقي. هختار منهم حاجه، بس بختار منهم بختار. فبالتالي انا لما بختار منهم بختار الاقرب الى قلبي، الاقرب الى امكانيات عقلي وامكانياتي الدراسيه، والأقرب للحاجة اللي أنا بهدف أو بطمح إن أنا أوصل لها. فتعالوا ننسى بقى ثانوية عامة بكل شروطها. أيوة. بكل طريقتها، وتعالوا نقول إنه لأ دي صفحة جديدة ويلا نستمتع بيها. هناخد وقت شوية على ما نبتدي ندرك طريقة المذاكرة الجديدة، طريقة الامتحانات الجديدة. في ناس بيقعدوا سنة كاملة ويجيبوا درجات مش كويسة علشان يعرفوا يستوعبوا، أو مش يستوعبوا عقليا بس يهضموا جواهم كده طريقة المذاكرة دي وطريقة الامتحانات دي عاملة ازاي. يعني ممكن الجي بي اي بتاعه في أول ترم مثلا يبقى مش أحسن حاجة، يلاقي نفسه في الترم التاني أو في السنة التانية لا طالع بجيد جدا وامتياز، طالع بامتياز وطالع من الأوائل. كان أنا كنت بدرس في الجامعة في فترة، كان عندي أحد الطلبة هو دلوقتي دكتور صيدلي ناجح جدا، في أول ترم هو كان درجاته ضعيفة جدا جدا جدا، وعميد الجامعة نفسه كان بيقول له يا ابني أنت صيدلة دي مش بتاعتك. وكان بيواجه إحباطات، والأم والأب لازم يعرفوا أن هم
أولادهم هيعدوا على دكاترة من نفسيات مختلفة وشخصيات مختلفة. صح. فيهم الكويس وفيهم الوحش، فيهم اللي نقتدي بيه وفيهم اللي هيحاولوا يكسروني، بس أنا باخد خبرة بقى أن أنا واقف في مكاني ثابت أو واقفة في مكاني ثابتة. فمع الإحباط ده هو أخذ الموضوع تحدي، وعلى ما هضم أسلوب المواد الجديدة وأسلوب المذاكرة وطريقة حل الامتحان، لأنه بيبقى لها فن وطريقة مش شبه ثانوية عامة، طلع بعد كده بامتياز، أدرك طريقة المذاكرة المناسبة لي. إحنا عندنا الطالب السمعي والبصري والحسي، مش كلهم بيذاكروا بنفس الطريقة، فأنا ببتدي أفهم أنا نوعي إيه وامشي مع المواد دي ازاي عشان اعرف انجز فيها. ودي ما بتجيش من اول يوم، مش من اول يوم. بصي بقى، احنا في المدرسه او في ثانويه عامه جبنا اللي جبناه، وحتى لو كانت درجاتنا مش احسن حاجه. النهارده انا قدمت في التنسيق في الجامعات الحكوميه او المعاهد الحكوميه، ده تمام خلاص. برضو الاب والام بيقدموا وبيعملوا ابلكيشن في الجامعات الخاصه عشان لو ما لحقتش مكان لابني هنا او في اوبشن احسن واختيار هدخلهم. حلو جدا. الجامعات الخاصه عشان اختار منها جواها كليه هي ايه، لازم بيتعمل لي احيانا اختبار ومقابله، ودي بتبقى رعب. ليه بقى؟ لان انا طالع برضو من قصه يعني امتحان صعب، امتحان وما جبتش احسن حاجه، فانا حاسس لو دخلت من اللي خلاني هنا ما جبتش هفشل هنا، يبقى انا مش هدخل. فبدخل الرعب بيخليني خاف اكتر فما بعملش حاجه. قولنا نعمل ايه؟ طيب انا طول ما انا بص على الخوف بتاعي، طول ما انا ما بنجزش حاجه، فما بعملش الحاجه اللي تخليني اتجنب النتيجه الوحشه اللي ممكن تحصل. فانا يعني حلي ايه؟ ان انا اول ما خايف اقول يلا انا هاخد اكشن قبل ما الرعب يتملك مني. طب انا محتاجه اعمل ايه بقى عشان اجهز نفسي؟ ايوه، اجهز ازاي بالظبط كده؟ هجهز ازاي الموضوع ده؟ الاختبارات، انا عايزه اقول نقطه الاول بعد اذنك يا هبه، انه في ناس بتبقى مترجته على جامعات خاصه فقط، من فضلكم برضو قدموا في جامعات حكومية. ما نعرفش أي ظرف يحصل، مصاريف تغلى، مشكلة تحصل، حاجة في التنسيق الداخلي يجرى فأبقى مضطرة أروح الجامعة الحكومية، أو يبقى عندي فرصة في حاجة انتساب أبتدي أقارن بينها وبين الجامعة الخاصة، نقدم كده كده حتى لو أنا متارجتها خاصة بس. طيب انا هجهز نفسي ازاي لو انا داخله جامعه حكوميه؟ هجهز نفسي ازاي للاختبار لو انا داخله جامعه خاصه؟ الجامعه الحكوميه انا محتاجه انه انا اسال الاول، وكذلك الخاصه هسال الاول عن المواد الصعبه. في مواد تبقى صعبه جدا وبيبقى الناس يا بيشلوها يا بيجيبوا فيها تقديرات قليله وبيبقوا قلقانين وخايفين. دي في المواد الدراسيه مش في الاختبار. المواد الدراسيه اللي في الجامعه انا خلاص طلع لي في التنسيق كذا، فانا عارفه اني داخله كذا، او في الجامعه الخاصه انا متارجته على كذا رايحه كذا. طيب انا ببتدي اسال عن المواد دي، وخلاص لو انا هدخل ده هبتدي ان انا ادخل اونلاين او اخد كورسات اونلاين او اقرا عن المحتوى دوت. يعني مثلا عندنا في طب من اكتر المواد التشالنجينج او فيها تحدي اناتومي، طب ليه ما ادخلش اونلاين على كورسيرا او على يوديمي واخد انترودكشن تو اناتومي الاكاونتنج. في مواد يعني في بيبقى اكاونتنج 1 واكاونتنج 2، في حاجات بتبقى تشالنجينج جدا، statistics اوقات بتبقى challenging، حاجات في linguistics، كل الحاجات دي موجوده اونلاين. فانا ممكن في الاجازه احضر نفسي ان انا اقرا او اعرف، حتى لو انا حضرتها في المحاضره او انا ماسكه الملزمه، ممكن يبقى في جزء انا مش مطالبه بيه فما اتشرحش او مش مكتوب، بس لاني عدى عليا قبل كده فهمني الموضوع بشكل احسن، ساعدني على الفهم، مش لازم يجي في الامتحان. بالظبط كده. ما هو ده الفرق اللي احنا مش بنعرفه، ان الجامعه اطلاع اكتر من انها حاجه لازم هذاكر كل كلمه فيها. انا بتحضر للحياه، بتحضر ههندل حياتي ازاي. طيب انا عندي دلوقتي داخله جامعه خاصه وعايزه ابتدي ان انا اتحضر للبليسمنت تيست او اختبار القبول. هو في كل الجامعات على الاغلب بيكون شقين، لغه انجليزيه و او يعني لو جامعات بقى لغات تانية، و عندي الاي كيو تيست. طيب انا عندي فرصه قبل ما ادخل الجامعه ابتدي احضر نفسي للانجليش، ابتدي افتح حاجات من حاجتي القديمه بتاعت المدرسه، الجرامر والرايتنج والكلام ده كله. طيب في تشالنج بيعدي على الولاد كلهم، وده بيبقى حد فاصل جدا، هو الليسننج، الامتحانات اللي بيكون فيها ليسننج او سماع.
بيبقى صعب لانه ما تمرناش عليها. بالظبط. انا بنصح انه نروح مكتبه من المكتبات العامه اللي فيها سكشن للغه وفيها بيبقى فيها جهاز او كمبيوتر بسي ديز اقدر اعمل فيها ليسننج، او حتى وانا في البيت انا ممكن انزل عفوا ممكن انزل اونلاين حاجات اوديو وابتدي اسمعها وابتدي اسمعها بسبيدز الاجهزه دي او في برامج على الكمبيوتر وعلى الموبايل ظبط سرعه انا بنفسي. بالظبط كده، ابتدي اسمعها وانا شايفه السكريبت قدامي واحده واحده وبالتدريج، وابتدي اميز وكلمه اللي معرفهاش اطلعها الى يعني اخره. نقول لهم اختاروا الحاجات اللي هي فيها السب تايتل وتختاروا السرعه خلاص اول مره، وبعدين ممكن من غير حاجه درج نفسك يعني خليها اسرع شويه اسرع شويه اسرع شويه اسرع شويه. لما هدخل الامتحان بقى على الاغلب لو انا اشتغلت بالطريقه دي انا هبقى قادره ان انا اسمع بمنتهى السهوله والسلاسه. وابني اتعودت تسمع اللغه، ابتدت تسمع بسرعه، فبالنسبه لي السرعه دي يمكن بطيئه على اللي انا اتعودت عليه. طيب ده معناه ان انا عارف ان انا لما هدخل اختبارات القبول عندي اختبار انجليش، انا ببقى معتقد ان انا همتحن في حاجه زي شبه المدرسه، يعني هو الجرامر وتشوز و كل مش جامعة أوكي. بيبقى لها نظامها. انا بس عشان نبقى المهم انا باكد على كلامك اشوف طريق اذاكر طريقه الامتحان بتيجي ازاي. ثانك يو سو ماتش. بسال انا عندي حاجه اساسيه كل طالب كل طالبه بليز كل ام واب اسالوا الناس اللي سبقوكوا، اسالوا التخصص ده في الجامعه اصلا قبل ما انا ادخل او اختار جامعه ايه، جامعه تجاره مثلا، ايه كليه تجاره تجاره ناس قاعده بتتاجر، لا انا عايز اعرف دي بتعمل ايه وبطلع اشتغل ايه، موادها عباره عن ايه. اسال الناس اللي اخذت البليسمنت تيست او اختبار تحديد المستوى الامتحان جه عامل ازاي، في ليسننج في سماع في رايتنج في سبيكينج ما فيهوش سبيكينج، في اماكن كتير ما بيبقاش فيها موضوع السبيكينج ده، فيها جرامر فيها مالتيبل تشويس فيها ايه بالظبط، بكمل بكتب فوكابلري ايه بالظبط. الاي كيو تيست بقى مهم جدا 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 في حاجه، انه ليه فن في الاجابه، ده مش مقياس حقيقي لذكائي. انا لازم تدينا امثله بقى وفهمينا بنعمل ايه ونتصرف ازاي فيه عشان الاي كيو يطلع عالي. طيب انا محتاجه انه انا امرن نفسي على الاي كيو تيست، افتح اي كيو تيستس قبل كده يعني موجوده في اونلاين موجود كتير جدا، وابتدي ابص على شكل الاسئله. الاسئله ممكن في مره يحط لي سؤال يقول لي 3 7 11 15 كملي الرقم اللي بعد كده، وانا ما بقاش قادره افهم هو انت عايزني اعمل ايه. هو كله بيدور عليه ان هو بيتصاعد بشكل معين، او انها ارقام فرديه بشكل معين او فرديه وتصاعديه بشكل معين، فعايزني اعمل كونكلوجن او استنتج الرقم اللي بعد كده هيكون ايه. فلو انا ما عداش عليا شكل من اشكال الاسئله دي قبل كده وحليتها وشفت الاجابات وصلحت لنفسي وفهمت ايه الغلط وايه الصح، لما هشوفه الامتحان هتخض هتلخبط. خصوصا الاي كيو تيست على الاغلب بيكون عندي دقيقه لكل سؤال. فبقرا وبميز الكلام دوت وبترجمه اصلا من الانجليش للعربي في دماغي. واوقات بتكون الاسئله فيها فوكابلري سخيف سنه، فبالتالي انا محتاجه انه انا ابقى فاهمه ده معناه ايه، فده بيستنفذ مني شويه وقت او استنتج ده معناه ايه. نوع من انواع الاسئله تاني حاجه اسمها الانالوجي. ايه الانالوجي؟ ان يقول مثلا انه الكنبة دي للكرسي ده، أو الـ لا خلينا نقول حاجة تانية، المدرسة للمدرسة زي الجامعة لإيه؟ نقط. فأنا المفروض أستنتج لدكتور الجامعة. فبالتالي بتبقى حاجات ليها علاقات. في أشكال أشكال يحط لي 3-4 أشكال ويقول لي كملي الشكل الخامس أو الرابع، ويحط لي 4 اختيارات أو 3 اختيارات حاجة بتكمل حاجة مظللة بشكل معين، ويحط لي الظل في 4 أماكن يلخبطني. فأنا لو ما عدتش على الأسئلة دي قبل كده فأنا هبقى مش فاهمة طب أظلل في أنهي اتجاه. طب وانت كده معظم الجامعات أو ما كانش كلها لازم يبقى فيها الإنجليش تيست والآي كيو؟ يعني أعتقد الأغلب كتيرة. الأغلب دلوقتي بقى بيعمل كده. بالظبط كده، لأنه الطلب على الجامعات الخاصة بقى كتير، فهم بيحاولوا ياخدوا أكتر طلب ومتميزين. فبالتالي أنا لازم أجهز نفسي وأبقى متميز. مش شرط تكون كل الأسئلة بالشكل ده، يعني ممكن تبقى جامعة بتبسط امتحان الآي كيو تيست عن كده شوية، ولكن أنا خليني دايما المبدأ اللي عندي خليني مستعدة للأصعب.
دخلت لقيت الأسهل هنبسط وهفرح، الأصعب أنا مستعدة وجهزت نفسي ليه. بالظبط كده بالظبط كده. طيب الأقسام جوه كل كلية كتير، وبالسمع بره كل واحد من وجهة نظره. حضرتك جيتي سألتيني فأنا عمالة أشكر لك ومدحلك في القسم اللي أنا فيه، بالنسبة لي ده الكويس. والتاني بسمع بقول لك لا 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 تدخلي ده صعب، مع إنك لو سألتي حد من القسم التاني هيقول لك ده ممتاز أسهل. أسهل وده الصعب. أنا أروح فين في الدايرة اللي عمالة تخبط فيها بين كل واحد بيقول لي رأي؟ ده سؤال ممتاز جدا يا هبة، أشكرك عليه جدا. خليني عارفة إنه ربنا خلقنا مختلفين ومتميزين طبعا، فتميزي واختلافي مش معناه انه فلان الاحسن بالنسبه له هو الاحسن بالنسبه لي. انا شغلتي كأم او اب او كطالبه او طالب انه انا اشوف الحاجه دي بالنسبه لي تنفع مع البصمه الخاصه بتاعتي، الدي ان ايه الخاص بتاعي، مهاراتي العقليه والذهنيه، مهاراتي في الانجاز، مهاراتي الشخصيه أو لأ. فأنا مش بسأل أنت مبسوط أو لأ، أنا بسأل أنت بتاخد إيه، المادة دي فيها إيه، هي فيها أرقام أصلاً ما بحبش الأرقام، هي اللغة فيها تقيلة أصلاً اللغة عندي يعني مش أظبط حاجة، هي دي شبه المادة اللي كنا بناخدها في المدرسة كذا، هي دي شبه الكورس الفلاني لو إحنا خدنا كورس مع بعض قبل كده مثلاً، كورس الفلاني اللي خدناه مع بعض هي دي. طب بيجي أسئلتها عاملة إزاي؟ طب دي لو انا اتخرجت وعايز اشتغل بحاجه فيها، هي هشتغل هلاقي شغل ولا هتعب عشان هلاقي شغل ولا لا بسهوله؟ يعني ما قيمش حسب اقول له انت مبسوط ولا لا، لان مبسوط ولا لا دي حاجه ترجع له هو، لكن اللي بيتاخد جوه ده يناسبني انا ولا لا. بالظبط كده. خلينا نقول ان في خطوط عريضه، ان الكل بيقول ان الاناتومي صعب فهيبقى الاناتومي صعب، كل بيقول اكاونتنج صعب فهيبقى الاكاونتنج صعب، اللينجويستكس سينتاكس صعبه فهتبقى السينتاكس صعبه، ولكن في ناس جوه الصعب ده بتستمتع بالماده الصعبه دي اكتر. ليه؟ للفرق والتميز والاختلاف. انا مش مطالبه اكون بستمتع بالحاجه الصعبه، لكن على الاقل ابقى عارفه انا هعرف امشي فيها او لا، التشالنج دوت هينفع اعدي فيه او لا. طب في حاجه مهمه قوي، الجينيريشن او الجيل دوت بيكون فيه مشكله انه انا احدد انا عايزه ايه وهنبسط في ايه، وده مش عشان انا شخصيه سخيفه، ده لانه غصب عني انا الجيل اللي اتربى بشكل ديجيتال يعني عدد من سنين حياته طبعاً كبيره، موبايلات فكل حاجه تحت ايدي اكسسبل وسريعه، و ده خلق فيا جوايا ان انا مش متاكده انا عايزه ايه، انا مش متاكده انا هنبسط في ايه وهتضايق من ايه. فبالتالي انا محتاجه انه انا اشوف اعمل نفسي لسته كده بتشيك ماركس، انا يناسبني كذا، ما يناسبنيش الحاجه اللي فيها الارقام، يناسبني الحاجه اللي فيها اللغه. ده يحتاج ان الواحد يقيم نفسه وقدرته. لينتا وانت دلوقتي عدى معاكي بسرعه، واحنا لازم يبقى لنا لقاء تاني عشان عندي اسئله كتير جدا. لان الواحد بيبقى داخل عنده مفهوم غلط عن الجامعه، هي فسح وقعده واصحاب واكل وشرب وحياه كده، وهي دي بس جنبها حاجات تانية. أيوه فاكيد دي محتاجين نتكلم فيها، لكن نورتيني بشكرك جدا على وجودك معايا. استاذه لينتا مجدي، ماجستير الاداره من جامعه اكاسيا الولايات المتحده الامريكيه، مدير تنفيذ لاحدى شركات الاعمال الالكترونيه. صباح الفل، واكيد افدتينا كتير. صباح الفل يا هبه، شكرا. بشكر كمان حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، بتمنى الحلقة تكون عجبتكم. بكرة إن شاء الله إحنا أجازة، صباح النور، جمعة أجازة، نتقابل معاكم يوم السبت إن شاء الله على خير في صباح جديد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير ويومكم جميل.